أهلا بكم من جديد. يعني رمضان على الأبواب، يومين بفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ولكن هناك عادات بدنا نتخلص منها الموجودة عند أطفالنا، ننظم لهم وقتهم، نتخلص من العادات السلبية اللي بيتبعوها بعض الأطفال، مثلا بيناموا أكثر، لا بدنا ندرس، ما بدناش ندرس، خصوصا بتواجد شهر رمضان المبارك بفترة امتحانات دراسية. راح تكون معنا الدكتورة نريمان عطية، وهي استشارية أسرية وتربوية، لتحدثنا كيف نقدر نتخلص من هذه العادات السلبية الموجودة عند أبنائنا. فخلينا نصبح على الدكتورة نريمان لنعرف اكثر بهذا الموضوع. صباح الخير واهلا وسهلا فيك صباح دكتوره. النور، يسعد صباحكم، صباحك، انت صباح اخبارك؟ المشاهدين، وصباح كل يعني جزء موجود في قناة الاردن الأردن اليوم. اليوم. نعم، ايش ابرز دكتوره العادات السلبيه الموجوده عند اطفالنا بدنا نتخلص منها بهذا الشهر؟ هلا نحن بالنسبة لشهر رمضان نقول لهم أول شيء كل عام وأنتم طبعا بخير ورمضان كريم. هلا طبعا العادات السلبية هي موجودة دائما، نحن بنحكي إنه نستغل رمضان في إنه نتخلص من هاي العادات. هلا عادات سلبية عند الأولاد معروف إنه عندهم مثلا الخيال، بيسرحوا بيكذبوا عندهم مثلا يعني الكذب، قلنا شيء مهم. مثلا عندهم الأولاد لما يجوا مثلا يلعبوا بيخربوا بيكسروا، مش منظمين. مثلا المواظبة على الصلاة أيضا، نعم الصلاة، الصوت العالي، الصراخ، طبعا ما بيردوا على أهلهم، مش منتظمين بالوقت. هلا نحن بصراحة موضوع رمضان إنه هو نحن بنعرف شغلة إنه الإنسان إذا تعود على إشي بالتكرار صح بصير عنده عادة، والعادة تصبح جزء رئيسي من صح. الحياة. صح. فهلأ نحن لما نيجي على شهر رمضان الكريم مدته 30 يوم، هلأ لما أنت تستعملي أي أو تستخدمي أي شيء بخلال 30 يوم، بعد ما يخلص 30 يوم رح تحسي حالك انك انت صرتي لا شعوريا عمالك بتطبقي هذا الشيء. صح. فعشان هيك احنا حتى اللي بيصوموا شهر رمضان بتلاقيهم بفطروا بالعيد يومين وبرجعوا بيكملوا الصيام. ليه؟ لانهم اعتادوا على الصيام. صح. فعشان هيك احنا بنقولهم للاهل مش غلط انكم تستخدموا او تستغلوا هذا الشهر في انكم انتم تعدلوا سلوك الابناء. في عندنا قاعده ال 21 يوم، قاعده التغيير. صح. قاعده التغيير مهمه جدا. ليه؟ نعم. هلا سبحان الله العقل من خلال البرمجه اللغوية العصبية من خلال التكرار صح بتغير بالشعور الداخلي. نعم. هلا اهم شيء بالشعور الداخلي انه الانسان لما بيكون مثلا بيحكي مع حاله وبكرر هذا الشيء كلام او فعل، نعم، بتغير هذا الشيء. فلما يكون عندك 21 يوم بيحكي لك العلماء انه بيقدر الانسان يتغير في اي عاده تعود عليها وتتحول لعاده ثانيه، لانه لا شعوريا راح يحكي العقل الباطن للانسان انه خلص تلقائيا رح يمشي فيها. فهلا كيف لما يكون 30 يوم؟ فالاهل ممكن انهم يعني يمسكوا اولادهم. اول شيء شهر رمضان رح يقدروا يشوفوا اولادهم اكثر، رح يجتمعوا مع بعض في الفطور. هلا في اشياء كثيره من السلوكيات حتى ما طرقناش لها كلها، مثلا التعاون، هاي السلوكيات ايجابيه، صلة الارحام، المبادره، كل هاي الاشياء ممكن انهم يفعلوها، نعززها أيضاً. نعم نعززها. فهلا بنحكي للاهل استغلوا هاي الفرصه، اي تعديل سلوك بحتاج قلنا ل 21 يوم، فكيف لما يكون في رمضان؟ هلا عشان نشتغل هذا الشيء لازم نطلع على الجانب الايجابي. نعم. الاهل لازم يكونوا ايجابيين. عاده هلا اول ما يدخل رمضان، هلا اليوم نحن عندنا الامهات وكلهم عندهم مشكله، هلا الكل يعني حاله تاهب هلا كلهم عم يا لطيف والله يعيننا ورمضان ومش عارف ايش والولاد. كمان في قصه جديده، قصه الامتحانات. هو انا هذا بدي اناقش بجد، وجود الامتحانات بشهر رمضان ممكن كمان يزيد مثلا من مسؤوليات الام اثناء شهر رمضان المبارك. كيف الدكتوره بيقدروا ينظموا وقتهم، يقسموا؟ هذا اللي بدنا نحكي لهم اياه. هلا هلا شو اسمه؟ اول شيء الشعور الايجابي. طيب اذا الانسان بيهيئ حاله لانه الشيء صعب وراح يصير عندهم مشاكل، اولادهم ما راح يدرسوا وراح يزفتوا من هالحكي هذا، فهني ايش بحسنوا؟ الظن بيجيهم. فبنقول لهم اول شيء جانب ايجابي، توقعوا انه كل شيء رح يكون تمام. هلا بما انكم انتم نحكي دائما على ايش؟ على القياده، بما انكم لكم الدور الرئيسي في البيت، فانتم هلا بدكم تبلشوا تشتغلوا بطريقه قياديه. نعم. تنظيم، تخطيط، دراسه. هلا لما تشوفي مثلا عندك بالبيت في عندك مثلا ولد مختلف عن الثاني، فلما نحكي عن موضوع الاولاد واختلاف عندهم الافكار، يعني اختلاف تطبيقات، اسفه، يعني كل ولد بيطبق طريقه شكل، كل ولد عنده مشكله شكل. فلما نحكي للاهل انتم شو بدكم تعملوا؟ بتعملوا دراسه حاله لمين؟ لابنائكم.
كيف وضعهم بالنسبه للدراسه، من وضع من الصيام للعادات لكل شيء. شوفوا ايش اسباب مثلا السلوكيات السلبيه اللي عمالها بتصير، ايش اسباب انه ما بدرس، بتحللوا الاسباب ايش وراءها، مثلا توتر، مثلا عندهم مشكله تشتت انتباه، كل هاي الاشياء. بعدين بنبلش بنعمل نحن بنرتب طريقه معينه في البيت لمعاملتهم، بنوزع لهم ادوار، نعطيهم مهام، بالاضافه لانه نيجي نحن شو بنعمل عشان سلوكيات سلبيه، بنعمل شيء بنسميه مركز جدا جدا على التحفيز. التحفيز مهم جدا، ممكن نعمل لهم مثلا برنامج تحفيزي. دائما الاهل لازم ما يحكوا على شيء سلبي، يعني مثلا ما تقول لي ابني كذاب، ابني مهمل، ابني ما عم بصوم، ابني متولي، لا نحن بنحكي صادقين، فممكن نحن نفعل صفة الصدق، نفعل ثقة الأمانة، التعاون، ونحطهم مثلا على برنامج بنعلقهم بالبيت. في طريقة كتير حلوة ممكن نعمل على عدد 30 يوم 30 هدية، هدية مختلفة، سواء كانت يعني ألعاب، شوكولاتة، أشياء زي هيك، وكل يوم بيحقق الطفل مثلا شغلة من بنعطى عليه هدية. إذا مثلا تأخر في هذا اليوم بحكي له ممكن إن إذا أنت كنت أفضل ممكن تأخذ التنتين. فالأسلوب التحفيز. بعدين نطلب من الأهل يكون في عندهم صبر ومثابرة. يعني أي استمرار أهل على يعني أي أهل بحسوا حالهم بالإحباط هي مشكلة. بعدين يعني موضوع إنه اختيار الأوقات المناسبة للدراسة، اختيار الأوقات المناسبة للنوم. صراحة رح يصير في مشاكل بالنوم، فأنتوا كأباء وأمهات توزيع أدواركم للأولاد مهم جدا. وزعوا توقيت النوم، وزعوا توقيت الصحو. أهم إشي بركز عليه، أهم شيء إنهم ما يتأخروا في النوم حتى لو إيش ما كان. لازم يناموا، لأنه أفضل ساعة للدراسة هي ساعة الفجر. والعلماء حتى عملوا دراسات في بريطانيا، وجدوا إنه الساعة هاي تعادل 4 ساعات تقريبا أو 3، لأنه بيكون فيها المخ هرمونات الذاكرة والتحفيز بتكون شغالة في هذا الوقت. فأهم شيء إنه ما يتأخروش في النوم. طب دكتورة نريمان، يعني إحنا اليوم عندنا كتير ضيوف، يعني لأنها هي آخر حلقة قبل شهر رمضان المبارك. سريعا بقولوا لي فيش وقت، بس لازم بدي اخذ هذا السؤال منك. انا بستعجل. سريعا باقل من دقيقه دكتوره، باقل من 30 ثانيه، كيف بدنا نعزز اولادنا، كيف بدنا اولادنا نخليهم جد يصوموا خلال هذا الشهر؟ لانه بتعرفي في صيام العصفوره ويقول لك مثلا صايم بس هو مش صايم. كيف بدنا نعزز انه لا لازم نصوم وهو فرض علينا موجود؟ كيف بقدروا سريعا؟ هلا سريعا، الاولاد دائما لازم نشعرهم انه ما في خوف لا من اب ولا من ام، لازم نحط عندهم الوازع الديني. تمام، والوازع الداخلي. بالاضافه لتفعيل الضمير ومحاسبه النفس. هلا انت ما تحكي لابنك صايم مو صايم، لا، انت احكي له انت عن جد رائع، عندك قدرات، انت ممتاز. واشتغلوا معهم بشوي شوي بالتقسيط. وبعدين معلش دائما ما ننظر للجانب العقابي. يعني دعنا نعطي الجانب الايجابي، قديش الصوم مفيد. بعدين لازم نوضح شغله انه الصوم هو لله تعالى. احنا بنحب ربنا بنصوم له، مش بنحب بنصوم احنا. يعني هي بس انه نوضح شو فكره الصوم. بدي اشكرك دكتوره نريمان عطيه، اول شيء اشكرك انك اجيتي بالرغم من كل هذا، بس بالفعل ناخذ منك معلومات بس بهذا الوقت الضيق. بالضبط. بدي اشكر تواجدك معنا حبيبتي. واي سؤال طبعا بتحب توجهوه للدكتوره نريمان عطيه على صفحتها على الفيسبوك الدكتوره نريمان عطيه. فاصل صغير وراجعين نكمل باقي فقرات حلقتنا اليوم، ابقوا معنا.